لحظات قليلة إن شاء الله وسينطلق الشوط. إذا انطلقت الكرة بركة الله تعالى من دفاع قوية لملاك الفريق. كنت تندفع مع تميم وبن ما شاء الله تبارك الله. ملاك الفريق ما زالت تحافظ على الصدارة منذ الأمطار الأولى. ملاك الفريق تندفع للمنطقة الأول برفقة كندا وبن ما شاء الله تبارك الله وتميم. ملاك الفريق ما خيالها يا صابو جبل في المنطقة الأول. دخول واثق جدا جدا من الخيال. أيضا فارس الرجبي ما بن كندا تحاول وتميم ما شاء الله تبارك الله. الخيول إلى المنطقة الثاني بانتفاعة رائعة. الخيول بخط مستقيم. ما زالت ملاك الفريق تندفع وتحافظ على الصدارة. بن يحاول وسالم العقم يطلب من كندا الاندفاع. هذه المرة التي تندفع في الأمطار الأخيرة وتعودنا دائما. لكن ما زال أياس أبو جبل يحافظ على الصدارة مع ملاك الفريق. كندا الآن تندفع مع سالم العقم. أياس أبو جبل ما زال يحافظ وكندا تندفع ما شاء الله تبارك الله. أياس أبو جبل المركز التالي. الملك غندور اركي عنطا عباس باشا على الدقيقة والنصرين الفريق. من بعد ياخذ موقع النهائي ايضا لحظة ان شاء الله وسينطلق هذا الشوط. الشوط الرابع شوط الخيول العربية الأصيلة الأمور مواليد 2009. إذا انطلقت الخيول على بركة الله تعالى من دفاع قوية وما شاء الله تبارك الله لفتو زعيم والوليد. عنبر ياخذ موقع مناسب أيضا سالم العقبي أيضا مبروك الفريق. أياس أبو جبل على صوت اليوسف ما شاء الله تبارك الله. فانتوم زعيم مع سالم العقبي وعبد الجليل موسى الآن يتنافسان بكل قوة. ما زال فانتوم زعيم يحافظ على الصدارة. عبد الجليل موسى مع عنبر يحاول الآن وهو سالم العقبي على صوت مراقب الفريق في المنعطف الثاني. دخول ثلاثي للجهاد لخط المستقيم فقط للأخير. ما زالت الجهاد تتنافس بكل قوة ما شاء الله تبارك الله. أحمد أبو جبل يحاول أيضا على صوت الوليد وأياس أبو جبل على صوت اليوسف. لكن سالم العقبي ما شاء الله تبارك الله يندفع بكل قوة على صوت مراقب الفريق. سالم العقبي يندفع ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الاندفاع القوية والجدة من مراقب الفريق مع سالم العقبي. سالم العقبي يندفع ما شاء الله تبارك الله. سالم العقبي على صوت مراقب الفريق في صدارة هذا الشوط. سالم العقبي ما شاء الله تبارك الله. صانع افتعاها هذا تعب مقدم كثير. كثير قاعد يتكلم. هذا اخو مبين. لحظات قليلة إن شاء الله وسينطلق هذا الشوط السادس شوط الخيول العربية الأصيلة الأولمبية الثالثة. إذا انطلقت الجياد على بركة الله تعالى بانطلاقة قوية ومثيرة للدبليو أسمر ما شاء الله تبارك الله. تنافس كبير مع أحمد الجبل على صوت صابرينا المباشر ما شاء الله يحاول أيضا وسالم العقبي على صوت زهرة البستان. حداد متأخر بعض الشيء. علاء الغريفان ما شاء الله تبارك الله ما زال يحافظ على صدارة الشوط مع الخيال أحمد الجبل على صوت صابرينا. زياد البرادي على صوت المباشر في المركز الثالث. أما سالم العقبي يترقب على صوت زهرة البستان. لكن صابرينا ما شاء الله تبارك الله تتسيد كوكبة الجياد تبارك الله. ما شاء الله صابرينا ما زالت تحافظ على الصدارة. تنافس الآن بين علاء الغريفات وزياد البرادي على المركز الثاني. ها هي صابرينا تحافظ على صدارة الشوط منذ الأمطار الأولى. في المنعطف الأخير صابرينا ما شاء الله تبارك الله. سالم العقبي يندفع بكل قوة الآن. لكن صابرينا ما زالت تحافظ على الصدارة. صابرينا على الرباط. صابرينا ما شاء الله. صابرينا دبليو أسمر المباشر. صابرينا.
سينطلق هذا الشوط السابع. الخيول العربية الأصيلة في الثالثة لمسافة الألف متر. إذا انطلقت الخيول على بركة الله تعالى باندفاع قوية ما شاء الله تبارك الله الرهيب. أيضا عبيان يتنافس بكل قوة مع الويدان أيضا وجاحم الخيل عزيزة الجمل إسماعيل الجمرة صوت نور الشريف. الخيول تتجه إلى المنطقة الأول ما شاء الله تبارك الله، لكن ما زال رهيب يتسيد مع جاحم الخيل رأسا برأس تبارك الله إلى المنعطف الثاني. شباب احلونا الميدان لو سمحتوا. اذا ما شاء الله تبارك الله كحم الخيل يتنافس بكل قوه وشداره واستحقاق الى المنعطف الاخير. ها هو نور الشريف مع اسماعيل الجمل يتقدم وزياد البرادعي مع الويدان. تنافس ما شاء الله تبارك الله، هذا هو الحصان. كحم الخيل ما زال يحافظ على الصداره. تبارك الله اسماعيل الجمل مع نور الشريف يتنافس الويدان الان. تنافس ثلاثي رائع وجميل ما شاء الله تبارك الله. فاحم الخيل يتقدم بكل ما شاء الله. اسماعيل الجمل الويدان النتيجه النهائيه من وجهه التحكيم. شوط رائع وجميل جدا. لحظات إخواني وينطلق هذا الشوط. انطلقت الخيول على بركة الله تعالى بانطلاقة قوية لأدهم الخيل العربي وبريقا وبركان. الأدهم ما شاء الله تبارك الله يتصدر شوكمة الخيول مع العربي وبريق جد دخول ثلاثي إلى المنعطف الأول. الأدهم ما شاء الله تبارك الله يحافظ على الصدارة يأتينا بكل قوة هذا اليوم مع العربي الذي يتنافس مع سالم الوقفي وترقب بريق جدو الذي ينطلق متأخرا بريق بركان ويعود على انطلاقة جميلة جدا أيضا في الأمطار الأخيرة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله العربي مع سالم الوقفي ما زال يتقدم. شوفوا على الغريبات أيضا يحاول التقديم وتقليص الفارق. على الغريبات يطلب من بريق جدو الاندفاع الآن. سالم الوقفي مع عربي ما زال يحافظ على الصدارة. شوفوا بريق جدو يتقدم، لكن سالم العفي بانطباعاته المعهودة. سالم العفي الآن في الأمطار الأخيرة مع البطل الكبير في ميادين السباقات صاحب بطولة أبطال سباقات غريفات ابن الصخرة. ابن عدي يشارك اليوم وللمرة الثانية على التوالي على هذا الميدان يشارك من أجل أن يحافظ على صدارة هذا الدوري وهذه البطولة. علي عدنان التعير أنا بشيل كل تعير. والملك خالد حلاس. هذا الحصان ينتقد شعبه من بطولات لعل الله حقق بطولات وسباقات عديده في الخرطوم والمريخات وكفر كذا وجميع الميادين سباقات الخيول.
ما شاء الله تبارك الله عقيد الخيل مالك ابراهيم دعنا والمدرب ابراهيم عياد الخيال على الغرفات كلمتهم في هذا السباق هذا ما سننتظره جميعا في هذه في هذا الشوط القوي والكبير والمثير شوط الفئة الأولى يلا اخواني على البوابات لو سمحتوا تفضلوا على البوابات ينتظر مثل هذه الأشواط كثيرا أياس أبو جبل على صوت ابن سارة ياخذ موقعه في البوابة رقم واحد Thank you.
فتح على صوت اكيد الخير ياخذ نوكا نهائي. فياق كسري الجياد داخل البوابات لحظات قليلة إن شاء الله وينطلق الشوط. انطلقت الفوير على بركة الله تعالى من دفاع قوية ومديرة لعبيد الخير ما شاء الله تبارك الله. فياق كسري واقف من الصخرة في تنافس كبير لكن ما شاء الله أكيد الخير ينتزع الصدارة منذ الأمتار الأولى ما شاء الله تبارك الله. أياس أبو جبل الآن يطلب من ابن الصخرة الدفاع من المنعطف الأول ويتسيد هذه الكوكبة. سالم العقم الآن يندفع أيضا ما شاء الله تبارك الله الخيول إلى المنعطف الثاني. شوفوا ما شاء الله الخيول الآن في دخول كومة واحدة. ابن الصخرة ما زال يحافظ على الصدارة. تنافس ما شاء الله تبارك الله كبير بين ابن الصخرة وفريق كسرين. ابن الصخرة وفريق كسرين في دخول ثنائي رائع. فريق كسرين مع سالم العقبي ما شاء الله تبارك الله يندفع وتقدم المنعطف الأخير. فريق كسرين ما شاء الله تبارك الله يتقدم بكل خطة رائعة وثابتة. أيسر صوت فريق كسرين الزياد كومة واحدة رائع وجميل إلى المنعطف الأول. بريك جونيور ما شاء الله يندفع بكل قوة مع بريك شكير ما شاء الله تبارك الله. الخيول في الدفاع رائعة وجميلة جدا جدا جدا. بريك شكير يتنافس مع بريك جونيور وطمراوي المتهم يحاول على الغرفات مع تجمون صاحب الاندفاعات في الأمطار الأخيرة لكن ما شاء الله بريك جونيور ما شاء الله ما زال يحافظ على الصدارة. تنافس مع بريك شكير دخول ثنائي رائع جميل جدا جدا جدا. الخيول تذهب وتحاول توسيع الفارق. بريك شكير يحاول توسيع الفارق مع بريك جونيور ما شاء الله تبارك الله. أحمد أبو جبل وبريك شكير تنافس كبير جدا جدا إلى المنعطف الأخير. شوفوا ما شاء الله بريك الجونيور وبريك شكير البريقين يتنافسان ويندفعان بكل خطى ثابتة وبأقصى سرعة. تنافس كبير ما شاء الله. ها هو الكابتنالو بريك جونيور الآن يحاول توسيع الفارق. الكابتن وبريك جونيور الآن يدفع. شوفوا يا إخواني شوفوا بريك جونيور يدفع. شوفوا الآن تجمون يحاول المنتخب الطمراوي لكن بريك جونيور شوفوا الكابتنالو كابيتالو. فريق جونيور بجدارة واستحقاق احتل صدارة هذا الشوط حقيقة شوط رائع ومثير كان أيضا من فريق شكير صاحب الإنجازات لكن فريق جونيور في المنعطف الأخير وبالخط المستقيم فعلها فريق جونيور الكابيتالو لهذا اليوم وصاحب الإنجازات الكبيرة فريق جونيور. أنور الجبلي أبو علي أنور الجبلي تفضل عندهم.
ألف مبروك للكابيتالو فريق جونيور وفريق شكير وخمراوي. صاحب الإنجازات صاحب المراكز الأولى مبروك أبو علي أدهم ألف مبروك. أما صاحب المركز الثاني حقيقة يستحق منا أيضا كل التقدير وكل التحية على هذا الأداء الرائع لفريق شكير. أيضا يستحق منا تحية أخونا خالد تفضل لتتويج فريق شكير. لا لا لا.